في بيته يستعد خالد وهو ناطق رسمي باسم السفارة الأمريكية في الجزائر لإجراء محاضرة عبر تطبيق زوم، وذلك كبديل أمثل لضمان استمرار الدورات التعليمية التي تقدمها السفارة في وقت منع فيه وباء كورونا التواصل المباشر، حيث وجد خالد في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة أفضل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والراغبين في متابعة ما تقدمه السفارة الأمريكية من محاضرات ودروس في اللغة الإنجليزية. وصلنا إلى عدد متابعين في وقت واحد قد يكون قرب 500 شخص، وعدد المشاهدات يزيد عن 2000 أو 3000 أو أحيانا 10000 خلال أيام معدودة. وعبر مختلف المنصات الإلكترونية تعطي ليتيسيا دروسا في اللغة الإنجليزية استكمالا لبرنامج تعليمي وضعته السفارة الأمريكية بالجزائر، وذلك تجنبا للانقطاع بعد أن فرضت الجائحة التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي. اللايف هي أحسن، لأننا في اللايف نستطيع أن نصل إلى عدد أكبر من الناس، فليس عليك التنقل إلى أحد مراكزنا، بل نحن سترانا في منزلك، في راحة منزلك، يكفي فقط أن تكون عندك إنترنت. وقد أصبح دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية توجها عالميا، وأضحى توفير المادة التعليمية من خلال الأجهزة المحمولة يشكل عاملا محفزا للتعلم عن بعد بدلا من الاكتفاء بالدراسة التقليدية، فقد بات قطاع الاتصالات يشكل العمود الفقري لاستخدام البيانات والمحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل الأفراد والحكومات والشركات. التحول إلى التعليم عن بعد عبر وسائط التواصل الاجتماعي بات خياراً يضمن استمرار مختلف البرامج التعليمية والمحاضرات التي تقدمها السفارة الأمريكية في الجزائر بعد أن غير كورونا معادلة أغلب النشاطات التعليمية. نريمان قداش، الحرة، الجزائر.